مشاهدينا الكرام، طابت اوقاتكم، مساءكم سعيد، مرحبا بكم في حلقه خاصه وعدد خاص من برنامج من الجزائر. محور واحد للنقاش بمناسبه عيد العرش المغربي. العاهل المغربي الملك محمد السادس يمد يده الى الجزائر. ليست المره الاولى التي يحاول فيها نظام المخزن التقرب من النظام الجزائري ومطالبته بفتح الحدود. مشاهدينا الكرام، لمناقشة خطاب العاهل المغربي يسعدني أن أستضيف داخل الأستوديو الأستاذ حكيم بغرارة، إعلامي ومحلل سياسي. مرحبا. أهلا وشكرا على الدعوة. وسيكون معنا عبر خدمة سكايب مباشرة من باريس الإعلامي الجزائري المقيم بفرنسا علاء الدين بونجار، ومن أمستردام المعارض المغربي المقيم بهولندا الأستاذ علي الهروشي. أهلا وسهلا، مرحبا بكما وشكرا على قبولكم الدعوة. أبدأ معك السيد علي الهروشي المقيم بهولندا، كيف استقبلت خطاب العاهل المغربي بالأمس بمناسبة عيد العرش؟ وهو يطالب أو يقترح على الجزائر إعادة النظر في العلاقات التي تعرف ركود منذ سنوات، خاصة الحدود المغلقة بين البلدين. تحية لكم وشكرا على استضافتكم. وأول شيء، لأنني أنا أصلا مغربي، يعني مغربي أصيل لست داخل، كنت لا أتابع خطابات الدكتاتورية العلوية منذ القدم، منذ عهد الحسن الثاني، ولكن بالصدفة هذا الخطاب استمعته من بدايته إلى آخره، لأن ما يردده العلويون قديما يردد دائما. فهذا الخطاب أول شيء لاحظته أنا أنه خصص أكثر من 6 دقائق للجزائر، يعني أن هناك 16 دقيقة في خطابه فاصلة شيء، ولكن 6 دقائق أو أكثر مخصصة للجزائر، وهذه سابقة. ثانيا، بأن ما يردد دائما في حول التنمية والإقلاع الاقتصادي، وكما الإقلاع الاقتصادي منذ خروج الحماية الفرنسية والإقلاع الاقتصادي لم يقتلع بعد، وكأنها طائرة معطلة، يعني لن تحلق أبدا، ولكن هم يطالبون الإقلاع الاقتصادي. قضية الجزائر أنا ما يعني أخشاه هو أنه مصيدة للجزائر، يريد أن يظهر للعالم والمنتظم الدولي بأنه هو بريء والجزائر هي المشكل، فيما أنه هو المشكل، لأن من جلب المشكل للمنطقة؟ من جلب الصهاينة للمنطقة؟ من أقر بالتطبيع في المنطقة؟ من حاول إغراء القادة الأفارقة من أجل إقرار عضوية إسرائيل بالاتحاد الإفريقي؟ المغرب. إذا هذا يطبق عليه مقولة مغربية نقولها: ضربني وبكى وسبقني وشكى. يعني نعم. هذا شيء يعني، وأترك المداخلة للآخرين. شكرا. ابقى معنا السيد علي الهروشي من أمستردام. نذهب إلى باريس معك الإعلامي الجزائري علاء الدين بونجار. كيف استقبلت خطاب العاهل المغربي بالأمس؟ ضيفنا من هولندا يقول بأن خطاب الملك هو مسيدة للجزائر. ما رأيك علاء الدين؟ نعم، في الواقع مساء الخير وتحية للجميع. في الواقع الخطاب، أي خطاب يكون فيه نوع من الإيجابية، فيه نوع من الدعوة إلى التهدئة، الدعوة إلى عودة العلاقات الأخوية بين الجزائر والمغرب، نثمنه سواء جاء من الجزائر أو جاء من المملكة المغربية. وباعتقادي أن يأتي الخطاب بهذه المدة الطويلة من هرم السلطة المغربية، علينا أن نأخذ نتعامل مع الوقائع. هذه ليست أول مرة يتحدث فيها العاهل المغربي عن الرغبة في أن تفتح الحدود بين الجزائر والمغرب وأن تعود العلاقات الأخوية، ولكن علينا أن نطرح أسئلة عن مدى مصداقية ما يمثله خطاب المخزن، خطاب النظام الملكي، وما تمثله أيضا
خطابات النظام الجزائري التي في الواقع هل هي تعبر عن تطلعات الشعوب ورغبات الشعوب في التصالح؟ فباعتقادي وقد لا يختلف اثنان على هذه القضية أنه لا توجد هناك مشكلة بين الشعبين الشقيقين المغربي والجزائري، هناك علاقات سياسية متوترة منذ فترة لها ارتباطات سواء بالداخل المغربي أو بالداخل الجزائري من خلال الأنظمة. الآن نحن نعيش فترة جديدة من التاريخ، وبغض النظر عن ما هو موجود داخل الجزائر وداخل المغرب، هناك تحولات إقليمية ومشاكل على الحدود في الجزائر أو في المغرب، ونحن نعيش عهد التكتلات وعهد التجمعات. الآن علينا أن نأخذ الأمور بموضوعية وأن لا نتعامل مع القضية من خلال العواطف وعلى أساس على من تقع المسؤولية ومن قام بالخطوة المشينة ومن كان السباق إلى العيب كما يقال عندنا. فبالتالي علينا أن ننظر إلى المستقبل وواقع الأمور يقول بأنه على الجزائر والمغرب أن يكون هناك تفاهم. والملاحظ أنه في الآونة الأخيرة على الأقل في السنتين الأخيرتين كان هناك تصعيد كبير وربما انقطاع كامل للعلاقات الدبلوماسية. حتى في عهد النظام السابق في الجزائر كانت هناك علاقات وكانت هناك تنسيق أمني، في الوقت الراهن هناك خطاب تصعيدي، هناك لهجة متشددة، هناك معطيات جديدة سواء في المغرب في الجزائر، وعلينا أن نتعامل مع هذه المعطيات الجديدة. السؤال هو كيف يمكن أن نتعامل مع هذه المعطيات؟ هل بمواجهة الحقيقة، بمواجهة الواقع والقول بأن هناك طبعا هناك مشكل، كيف يمكن أن يكون هناك محاولات تدريجية لحل المشاكل؟ أما إذا أصبح كل شخص يشد على حبله ويرمي هكذا كل خطاب يأتي، فبالتالي نحن ندخل في الحيط، في الحائط إن صح التعبير بالدارجة. نعم. لهذا فباعتقادي يجب أن نأخذ مثل ما يقول المثل الجزائري، تبع الكذاب حتى الباب الدار، يعني أنه إذا كان الملك المغربي مجد في وجاء. نعم، ولكن ليست المرة الأولى على ابقى معنا على ليست المرة الأولى التي يوجه فيها الملك خطابا للنظام الجزائري بفتح الحدود. دعني أرى هذا مع الأستاذ بغرارة داخل الأستوديو، برأيك حسب ضيفنا من باريس أن الخطاب هو خطاب للتهدئة وليس للمزايدة، كيف تبعت أنت الخطاب الأستاذ بغرارة؟ السلام عليكم. عليكم السلام. يجب الفصل مثل ما قال الزملاء بين الشعب المغربي والشعب الجزائري وبين النظامين، نظام المغرب والنظام الجزائري. أعتقد بأن خطاب ملك المغرب موجه إلى السلطات الجزائرية، هذا أولا. ثانيا أعتقد بأنه اعتراف ضمني من الملك بالأخطاء الجسيمة التي ارتكبتها الدبلوماسية المغربية تجاه الجزائر من خلال إثارة يعني قضية استقلال إقليم أو منطقة القبائل في الجزائر، وورد هذا بصريح العبارة في خطاب الملك محمد السادس الذي قال في خطابه بأن ما حدث مؤخرا هو نتيجة لتوترات إعلامية ودبلوماسية. نعم، وقال بالحرف الواحد نتأسف للتصعيد الإعلامي والدبلوماسي بين البلدين، وكأنه يريد تحميل الدبلوماسية أو الخارجية المغربية لما حدث. ويمكن إدراج الخطاب محمد السادس وربطه مع قضية بيغاسوس التي سوق فيها لنفسه بأنه ضحية تجسس، أو على الأقل كان رقم هاتفه والمقربين منه كانوا مبرمجين في قضية التجسس. ثالثا أعتقد بأن الداخل المغربي يعيش غليان كبير وربما اتهامات كبيرة على مستويات عليا في القصر الملكي المغربي، والأيام القادمة لا أستبعد أن تكون هناك تغييرات كبيرة سواء في الأجهزة الأمنية أو على المستوى الدبلوماسي أو حتى على الحكومة، لأن ملك المغرب من خلال خطابه أعتقد بأنه كان يريد أن يقول بأنه بريء من كل ما حدث مؤخرا، وإن كان هذا على مستوى التسويق السياسي والتسويق الدبلوماسي وتسيير
تغيير الأزمات، وبالتالي فهو يريد أن يسوق صورة تهدئة، وأعتقد بأنه يريد أن يقول للسلطات الجزائرية هذا هو الرد الذي طلبتموه بعدما أثير في منظمة الأمم المتحدة عن طريق المندوب المغربي هلال الذي أثار قضية يعني استقلال منطقة القبائل أو تقرير مصير منطقة القبائل. وعليه فالملك المغربي من خلال هذا الخطاب أعتقد بأنه كان ردا على الكثير من الانشغالات التي طرحتها الجزائر ولم تلقى الرد من المغرب، وحتى يعني خطاب جاء تبرئة للذمة، هو رد فعل أو على الأقل جبر لخاطر السلطات الجزائرية التي طلبت الكثير من المعطيات والتوضيحات حول واستدعت سفيرها بالرباط، وحتى يعني مدة الخطاب كما قال الزميل لم تتجاوز 17 دقيقة، وبانتزاع يعني النشيد الوطني والبروتوكول تهنئة حصة الجزائر أخذت جزء كبير من الخطاب، حوالي الدقيقة 8:30 إلى غاية الدقيقة 15:20 ثانية. وسيميولوجيا حتى الملك أعتقد بأنه ظهر في وضع صحي صعب نوعا ما، وحتى طريقة نطقه، وهذا ربما يعكس غيابه الطويل عن الساحة السياسية المغربية. وأنا يعني هل يعيش عزلة في نظرك؟ هل الملك اليوم يعيش عزلة؟ لأنه حتى في برنامج بيكاسيوس ظهر جانب الأسرة، أسرة الملك، أنها كانت ضحية هذا البرنامج. من يدير الشأن الآن في النظام المخزن؟ هو حقيقة كما قلت أعتقد بأنه فيه مشاكل كبيرة على مستوى الأجهزة الأمنية وحتى على مستوى القصر الملكي، وإن كان هذا يعني في الأزمات أعتقد بأنه ربما يريد أن يسوق أو أن يستبق الأحداث التي تتواجد على مستوى القضاء الفرنسي من أجل تسويق نفسه حتى هو كضحية، من أجل تخفيف الأضرار ويعني توجيه قضية بيغازيس إلى ما يخدم الملك والمملكة المغربية. في الأخير قد يصدر الحكم بأنها كذلك كانت ضحية لهذا البرنامج. وعلى السياق يعني العام أعتقد بأن هذه الخطوة تحسب للملك المغربي، الله عالم بالنوايا على كل حال، لكن دبلوماسيا وفي عز هذه الأزمة أعتقد بأن هذه الخطوة الوقت وحده كفيل بإظهار يعني تجاوب السلطات الجزائرية وحتى رد الفعل الجزائري. وأعتقد أنه إن تم إعادة سفير الجزائر إلى المغرب أعتقد بأنه سيكون خطوة بشروط ولو محتشمة، يعني من أجل تلطيف الأجواء وبحث ما تضمنه الخطاب، خاصة وأن عودة العمامرة والكثير من الزيارات التي تشهدها الجزائر والمغرب. سنأتي إلى خرجات العمامرة والدبلوماسية الجزائرية التي تشهد اليوم ماراثون إن صح التعبير من إثيوبيا إلى ليبيا إلى تونس. دعني أذهب إلى أمستردام معك سيد علي الهروشي، أنت الذي تعيش المنفى منذ 20 سنة أو أكثر بهولندا. السيد الهروشي برأيك هل الخطاب تضمن مقترحات منطقية، يعني يريد المغرب تجاوز كل الخلافات في المنطقة، خاصة جاء في خطاب الملك كلمة يعني تشد الأنظار، وهي أن هناك جسم دخيل فرق بين البلدين. برأيك من المقصود بالجسم الدخيل؟ هل البوليزاريو أم وجود إسرائيل اليوم بسفارتها في المغرب؟ هل تسمعني؟ تفضل تفضل. أوكي تحية. يعني هذا الجسم الدخيل هو أنا وضعت عليه علامة استفهام، ماذا يريد أن يقصد بالجسم الدخيل؟ لا يمكن للديكتاتورية العلوية في المغرب أن تقصد إسرائيل. لماذا؟ لأن إسرائيل هي التي تحكم في المغرب، والموساد هو الذي يحكم في المغرب، والموساد هو الذي اختطف المعارض المغاربة منذ بن بركة وما جوره وجليلة للديكتاتورية العلوية كي تبقى على كرسي العرش. يعني لن يقصد إسرائيل. ممكن
أن يقول هذا المصطلح استعمل، لأن محمد السادس لا يكتب هذا الخطاب ولا لا يدري حتى ما يقول. هذا الخطاب كتب له، والإخوة الجزائريين أدعوهم وأطلب منهم أن يعرفوا حقيقة في المغرب، وهي أن من يحكم المغرب ليس الحكومة حكومة العثماني أو ما يأتي على عبر صناديق الاقتراع المشبوهة، أو الذي يحكم المغرب هو المدرسة المولوية، لأن الملك يعمل واحد المدرسة للأمير عندما يبلغ يعني سن 7 أو ويأخذ 40 شخصا من مختلف أماكن المغرب من الأعيان السابقين من يعني الذين قبلوا بوجود الحماية الفرنسية والذين قبلوا ب البيعاء وبوجود العلويين، وهذا الأبناء يدرسون مع الملك، وعندما يصلون سن 7 يشيدون حكم كتب عليه سيدي، يعني منذ 7 سنوات وأنت تقول للأمير سيدي. وهذا الأشخاص الذين يصعدون مع الأمير هم الذين يحكمون وهم الذين يعطون الأوامر خارج القانون، خارج مؤسسة القضاء، خارج مؤسسة الأمن، خارج أي شيء. ما تراه ترى مثلا وزير الداخلية أو كذا أو كذا، هو مجرد يعني مجرد أشياء مقدمة للغرب ومقدمة للدول الأخرى، وكأن هناك فعلا دولة تسيرها حكومة وفيها وزراء وفيها الذي يحكم. ولكن السيد الهروشي السيد الهروشي، يعني السؤال الذي يفرض نفسه الآن أو يطرح نفسه، لماذا تشكك في نوايا الملك؟ ربما هو صادق فيما يقوله. ما الذي يدفعك إلى القول بهذا؟ أبدا الصادق لن يدعم جبهة الإنقاذ لقتل آلاف الجزائريين. الصادق لن يرسل المخدرات والمشروبات الفاسدة للجزائريين. الصادق لن يعترف بالقبائل الآن، يقدم لكم صفعة الآن ويقدم لكم يد لكي يسلم عليكم. الصادق لن يتناقض مع ما يقول، يقر بما تقره المغرب العربي. اسم المغرب العربي ينفي القبائل، ينفي وجود الإثنيات، ينفي وجود الأمازيغ. يعني الصادق يقول لكم أنه صادق في الخطاب، لماذا لا يقول هذه الأشياء عبر الطرق الدبلوماسية، عبر السفارة، عبر اتصال هاتفي مع الرئيس الجزائري؟ لماذا يقوله عانية؟ تعرف لماذا؟ يعرف لي أن الشعب المغربي وصل إلى خلاصة بأن لا عداوة لنا مع الشعب الجزائري، نحن إخوة. والشعب المغربي بدأ يفقد الثقة في الملكية ويفقد الثقة في العرش ويرفض حتى هذا الحكم العلوي الجائر. يعني هذه عصابة تحكم المغرب والآن تريد أن تلعب هذه الورقة. الذي يحب الجزائر أو يريد الجزائر أو يعتبر الجزائر توأمان لن يأتي بإسرائيل بالمنطقة، وأنت تعرف ما أقول. شكرا. ابقى معنا السيد الهروشي. نذهب إلى باريس معك الإعلامي علاء الدين بونجار. ما جاء كذلك في خطاب العاهل المغربي محمد السادس هو أن يطلب من الجزائر فتح الحدود ولكن بدون أي شروط مسبقة، ما رأيك؟ نعم، في الواقع قضية الحدود، فقط حتى للمشاهدين الكرام يعني حتى نذكر كيف في أي سياق وفي أي وقت أغلقت الحدود هذه في سنة 94 عندما كانت الهجمات الإرهابية في فندق مراكش أطلس أفني على ما أعتقد اسمه نعم، وتم اتهام الجزائر بأنها كانت وراء تفجيرات الفندق بمراكش. نعم، كان هناك تسرع من طرف المخابرات الجزائرية التي اتهمت المخابرات الجزائرية، والجزائر كانت تعيش في عز الحرب الأهلية وكانت محاصرة. وقد وردا على هذا، الأمين زروال فرضت المغرب تأشيرة على الجزائريين، والرئيس الجزائري آنذاك قال بأنه ستغلق الحدود. والدبلوماسية تفرض مبدأ المعاملة بالمثل، يعني
المعامله بالمثل كانت لن نعود الى التاريخ يا عبد الكريم، لانه يعني انه الواقع انه بعد 27 سنه يجب مواجهه هذا الملف بطريقه عقلانيه. طيب اذا اردنا ان نقول بان النظام المغربي انذاك اخطا في حق الجزائر، والجزائر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون طلب بان تكون هناك اعتذار من طرف النظام المغربي للجزائر او للجزائريين، وقالها بعظمه لسانه لا توجد هناك مشكله فستحل الحدود. كما قلت لك سابقا انه منذ سنتين هناك تصعيد للكلام، هناك خطاب حاد، هناك اتهامات مضاده سواء عن طريق وسائل الاعلام في هذا البلد او في ذاك، وهذا لا ينذر بالخير، خصوصا انه هناك واقع جيوستراتيجي يعني هو مشتعل في على الحدود سواء في المملكه المغربيه او في الجزائر. الان إذا كان هناك مشكل يجب أن تكون مصارحته في، إذا كان هناك خطاب من طرف النظام المغربي ومن طرف العاهل المغربي يجب أن ننتظر الرد من السلطة في الجزائر. السلطة في الجزائر حاليا دعنا نقولها بأنه ليس هناك تصريحات واضحة وتذهب في هذا السياق، ما عدا الخراجات هنا وهناك للرئيس الجزائري الذي يتحدث بأنه لا توجد مشكلة بالنسبة لقضية الحدود. الآن جاءت قضية إسرائيل والتطبيع اللي تعمق هذه الأزمة، وكأن الحل فتح الحدود الآن أصبح بعيدا جدا، وحتى الأمل والحلم بأن يكون هناك فتح تدريجي على الأقل فرض تأشيرة فقد هذا أصبح صعبا، فلهذا يجب تغليب. ولكن في هذه النقطة عذرا على المقاطعة، على في هذه النقطة بالذات الجميع يعرف موقف الجزائر من قضية التطبيع مع الكيان الصهيوني أو الدولة العبرية أو إسرائيل، كيف لك يعني كقراءة أن تطلب فتح الحدود في حين أنت تستضيف ما يعرف بين قوسين عدو الأمة في الجزائر؟ يا عبد الكريم دعنا نكون عقلانيين، يعني أنه الإمارات العربية المتحدة لديها علاقات مع إسرائيل، هل سنقطع علاقاتنا مع الإمارات؟ فرنسا لديها علاقات مع إسرائيل، روسيا، كل شركائنا لديهم علاقات مع إسرائيل، فلنكن عقلانيين، يعني أنه أي شيء يجب أن يتم التعامل معه موضوعيا. هذه مشكلة تخص المملكة المغربية فيما يخص إسرائيل، فلن الجزائر لن تقطع علاقاتها مع كل الدول التي لديها علاقات مع إسرائيل، هذا أمر مفروغ منه. فبالتالي يجب أن يكون هناك مصارحة. في الوقت السابق كان هناك قطع للعلاقات بين الجزائر والمغرب، وجاءت فترة الرئيس الشاذلي بن جديد والحسن الثاني، وكان هناك وسطاء حكماء عقلانيين تمكنوا من الوساطة بين الحسن الثاني والشاذلي بن جديد، وجاء الحسن الثاني إلى وهران وإلى زيرالدا، وكان هناك بعض التفاهمات بالرغم من أن قضية الصحراء كانت موجودة، وكانت قضية حرب الرمال وأمقالة وكل ما هو من مخلفات المشاكل بين الجزائر والمغرب. الواقع يقول بأنه يجب أن ننظر بعقلانية وبموضوعية لهذا المشكل، لا يمكن أن نتهرب الآن حالياً مهما كانت مشاكل النظام المغربي. فهناك خطاب صادر من رأس هرم السلطة في المغرب، الآن الكرة باعتقادي هي في يد وفي ملعب النظام الجزائري والسلطة في الجزائر، يجب أن نرد على هذا وأن يكون هناك رد سواء من وزير الخارجية أو من الرئيس بأشياء موضوعية. ما هو الاعتذار الذي تطالب به الجزائر حتى يتم فتح الحدود على الأقل من أجل أن تتم أن يكون هناك صلة الرحم بين الشعبين؟ أوكي، ابقى معنا علاء الدين بونجار من باريس. الأستاذ بغرارة، علاء الدين يقول أنه الآن الكرة في يد سلطات الجزائرية، يعني أعلى هرم للسلطة العاهلة المغربية اليوم يمد يده صراحة ويطالب بفتح الحدود بدون أي شروط مسبقة في هذا المجال، ما رأيك؟ هو حقيقة خطاب الملك المغربي جاء في ظروف وتزامن مع الكثير من الأحداث، أولها يعني قبول كيان صهيوني كعضو مراقب في الاتحاد الإفريقي، وبالتالي المغرب وكأنه يقول للجزائر ها هو الاتحاد الإفريقي أمامكم، ماذا ستفعلون له؟ وقد قبل بالكيان الصهيوني كعضو مراقب وسيجلس مع الجزائر وسيحضر كل الجلسات، فقط لا يستطيع التصويت مثل الدول الإفريقية. ثانيا الكيان الصهيوني مثل ما قال الأستاذ له علاقات مع 46 دولة إفريقية، والجزائر لم تقطع يعني علاقاتها مع إن كان، هذا ليس
تبريرا أو تأييدا لخطاب الملك، لكن أعتقد بأن خطاب الملك مبني على الكثير من المعطيات المستجدة والتي حدثت ربما في الأيام الأخيرة فقط. فحتى زيارة مساعد كاتب الدولة الأمريكي جوي وود لا يمكن، لا أعتقد بأنه جاء من الولايات المتحدة الأمريكية إلى الجزائر وختم زيارته بالمغرب دون أن يثير الإشكالات الواقعة بين الجزائر والمغرب، حتى أن خطابه في المغرب كان شديد اللهجة تجاه النظام المغربي وكأنه والملاحظ في خطابه، عذرا على المقاطعة الأستاذ بغرارة، لاحظنا كاتب الدولة الأمريكي عندما قال أنه أن إدارة واشنطن بلده يعني ستعمل على تعيين مبعوث أممي للصحراء الغربية، على الإسراع في تعيين، على الإسراع في نعم. وأعتقد بأن زيارته إلى المغرب أكيد أنه وجه ملاحظات على التجاوزات المغربية، أكيد أنه سمع من السلطات الجزائرية واقتنع بأن المغرب أخطأ أخطاء جسيمة جدا. وما ورد في خطاب ملك المغرب أعتقد بأنه كان عتابا من كل الدول الشريكة للمغرب والمتحالفة معه والمتآمرة معه بأنه تجاوز كل الخطوط تجاه الجزائر، ونصحوه بضرورة توجيه خطاب مهادنة ومسالم واعتراف واعتذار للجزائر من كل ما قام به المغرب. إذن خطاب العاهل المغربي محمد السادس ربما هو بإعاز وربما قضية قناعة المخزن في النظر إلى دول الجوار خاصة الجزائر. الوقت انتهى الأستاذ بغرارة. مشاهدينا الكرام ابقوا معنا، فاصل ونعود إلى النقاش داخل الأستوديو ومع ضيوفنا عبر خدمة سكايب. مشاهدينا الكرام مرحبا بكم في الجزء الثاني والأخير في هذا العدد الخاص من برنامج من الجزائر، والذي خصصناه إلى خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس، والذي يطلب من الجزائر فتح الحدود وإعادة العلاقات التي تعرف ركودا منذ سنوات. الضيوف لمناقشة هذا الموضوع معي في الأستوديو الأستاذ حكيم بغرارة الإعلامي والمحلل السياسي، وعبر خدمة سكايب المعارض المغربي السيد علي الهروشي المقيم بأمستردام من هولندا، ومن باريس يحضر معنا الإعلامي الجزائري المقيم بفرنسا علاء الدين بونجار. أعود إليك السيد علي الهروشي، سمعت جيدا ما قاله ضيفي داخل الأستوديو الأستاذ حكيم بوغرارة بخصوص وجود إسرائيل ك عضو في الاتحاد الإفريقي اليوم، عضو مراقب، علاقات مفتوحة مع المغرب. هل برأيك هذا ما يعيق عودة العلاقات التي تعرف فتور كبير بين المغرب والجزائر؟ اتركني أعود يعني إلى مرحلة معينة. عليكم أن تعلموا كما يعلم الجميع بأن الملكية لا تحب الخير للجمهورية أبدا، هذا تاريخيا، حتى من دمر العراق، من دمر يعني جميع الملوك لا يحبون الرؤساء. تقدم الجمهورية يعني تحريض الشعب بالمملكة للقيام بثورة ضد الملكية لأنها تريد أن تصبح كجمهورية معينة. يعني الملكية في المغرب تكره الجمهوريات المجاورة. تصوروا معي أن الجزائر ديمقراطية 100%، والمواطن الجزائري يشتغل، وإذا لم يشتغل يحصل على التعويض على البطالة، وأنتم تعرفون في التاريخ أن المغاربة اشتغلوا في الجزائر كثيرا ولا زالوا يشتغلون في الجزائر، ولو فتحت الحدود ملايين المغاربة سيفرون إلى الجزائر. هذا يعني يزعج الملكية، لأن النظام الجمهوري الانتخابي الشعب يذهب إلى صناديق الاقتراع ويصوت ويختار الرئيس ليس هو الموجود في الملكية. يعني أن الملكية أساسا تكره الجمهورية. هذا إسرائيل، من أتى بإسرائيل إلى إفريقيا؟
إسرائيل لم تأتي لوحدها، هناك ترتيبات، والديكتاتورية العلوية كانت منذ القدم ترشي القادة الأفارقة وتقوم بمشاريع بالدول الإفريقية وتقنع الأفارقة بأن ضرورة إسرائيل، لأن إسرائيل هي ماذا أقول لكم السكرتارية العامة لأمريكا، يعني إدارة رضيت عنك إسرائيل فقد رضيت عنك أمريكا، وهذه هي القناعات المغربية. يقولون دائما إذا تقدمت إلى إسرائيل وإذا أصبحت صديقا لإسرائيل فأنت تضمن يعني الدعم الأمريكي 100%. ولهذا السبب لكن السيد الهروشي عذرا على المقاطعة، ضيفنا من باريس على الدين بونجار ختم كلامه قائلا أن الكرة الآن هي في مرمى الجزائر، سلطة ونظام. أنا استمعت. نعم. أنا استمعت ضيفك وأحترمه، ولكنني لن أتفق معه 100%، لأن يقول بأن إسرائيل لها علاقة مع فرنسا، وهل سنقاطع علاقتنا مع فرنسا؟ العلاقة الإسرائيلية الفرنسية هي علاقة مبنية على الاقتصاد والتجارة فقط، ولكن العلاقة الإسرائيلية مع المغرب أو الجزائر أو علاقة إيديولوجية، علاقة تدميرية، يعني تدمير هذه القيم الإنسانية والقيم الإسلامية والقيم المجتمعية التي تجاد بهذه الدول، تريد إسرائيل تدميرها، تريد أن تدخل كسرطان بهذا الجسم. أما تعاملها مع إسرائيل والدول الغربية هذا شأن آخر، إسرائيل تتعامل مع هولندا، ولكن هل تؤثر إسرائيل في القرارات الهولندية مثلا؟ ولكن إسرائيل تؤثر في القرارات المغربية، وتريد تدمير الجزائر ودخول الجزائر من خلال استغلالها للديكتاتورية العلوية. يعني يجب أن نفرق هنا بين العلاقات بين إسرائيل والدول الأوروبية والدول الغربية، وبين إسرائيل والدول العربية والإسلامية. يعني لازم أن لابد أن ننتبه إلى هذا الشيء. أنا لا أريد أن أعلق على مداخلتها وأن أقول، ولكن عليه أن ينتبه بأن رؤية إسرائيل للدول العربية والدول الإسلامية ليست هي نفس الرؤية للدول الغربية في تعاملها الاقتصادي والاجتماعي والتجاري والإيديولوجي وقل ما شئت. يعني أن إسرائيل خطر على المنطقة، وإسرائيل دخلت من بوابة الديكتاتورية العلوية، ليست من بوابة الشعب المغربي، لأن الشعب المغربي لن يرضى ولن يقبل أبدا بالتطبيع مع إسرائيل، ولكن هذا التطبيع فرض عليه. وأنت تعرف بأن المستشارين للديكتاتورية العلوية كلهم يهود، والرئيس الفعلي الحاكم للمغرب، للمملكة المغربية، اتركني أقولها بهذه الجملة، هو أندري أزولاي. هي مملكة ولكنها يحكمها رئيس اسمه أندري أزولاي. سيرج بيرديكو، ميكو، توريدانو، هذو هم الناس الذين يحكمون في المنطقة. رائع، أبقى معنا سيد الهروشي. نذهب إلى علاء الدين بونجار بباريس. علاء، سمعت جيدا ضيفنا من أمستردام يقول لك بأن الملك يعني هكذا فقط، ولكن الحاكم الفعلي هو الرئيس أندري أزولاي، المستشار الأول هو الحاكم الفعلي. أنت تعرف حساسية الجزائر من إسرائيل. ضيفنا يقول بأنك مخطئ، لأن علاقة إسرائيل ببقية الدول الأخرى هي علاقات اقتصادية فقط، أما منطقة المغرب العربي فهي مبنية على الإيديولوجيا، على الإثنية، على المعتقد إن صح التعبير، وما إلى ذلك. نعم عبد الكريم، رجاء يعني لا ندخل في يعني انه حوار جدلي حول من قال وكيف سيتم الرد عليه، وعلى انا لا علاقه لي بكيف تسير الامور في المغرب، من يسير على أزولاي او شخص اخر. يعني كل الدول الضعيفه والانظمه المهترئه التي لا تملك سلطه القرار هي مخترقه بطريقه او باخرى. اما هذا الكلام فهذا اتركه للسيد الهروشي ويعرف المغرب أحسن مني. وسيد أزولاي يعني أنه هو مستشار الملك، أكيد أنه يملي ينصحه بعض السياسات، ولكن هذا ليس هو الواقع. أنا باعتقادي أن إسرائيل والولايات المتحدة إذا احتاجت أن تدخل إلى بعض الدول لا تحتاج إلى المملكة المغربية. والآن نتحدث عن الاتحاد الأفريقي، هل المغرب وحده يملك كل هذه القوة من أجل أن يفرض
إسرائيل داخل الاتحاد الأفريقي، باعتقادي أن الأمر يتجاوز المملكة المغربية، يتجاوز الاتحاد الأفريقي، وهناك أمر واقع موجود، والعلاقات الإسرائيلية موجودة حتى مع بعض الدول العربية الأخرى. ففي إطار الحدود، غلق الحدود وخطاب العائل المغربي، باعتقادي أن المشاكل والجيوستراتيجية وما يحدث في المنطقة يحتم على النظامين الجزائري والنظام المغربي أن يكون هناك فتح لقنوات الحوار، بالرغم من الانتقادات ضد النظام المغربي وضد النظام الجزائري، لأن النظام الجزائري أيضا هو يتخبط في هذه السنتين الأخيرتين. لا توجد هناك دبلوماسية خارجية واضحة. تحدثتم عن السيد العمامرة الذي يقوم ب المحاولة والوساطة من أجل سد إثيوبيا، ولكن علينا أيضا أن نمسح التراب أمام بيتنا، يعني أن هناك أولويات بالنسبة للجزائر حاليا. هناك حاجة في دعم دولي للقطاع الصحي في الجزائر، وهناك أولويات من أجل مساعدة الجزائر. باعتقادي أن هذه الأولويات الدبلوماسية الجزائرية حاليا. في الفترة السابقة مع غياب العمامرة، تعرف بأن السياسة الخارجية كانت في يد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وهو يعرف جيدا السياسة الخارجية، ولم يتحرك الملف المغربي الجزائري. كانت هناك بعض القنوات، كانت هناك الزيارات، ولكن أعيد وأؤكد أن التصعيد الموجود حاليا في الأشهر الأخيرة وفي السنتين الأخيرتين لا هو لا في صالح الجزائر ولا في صالح المملكة المغربية. في الواقع الشيطان يحب التفاصيل. الدول الأخرى تتكالب على المنطقة وعلى المغرب وعلى الجزائر ما دام هناك مشاكل بين النظامين السياسيين. فالأجدى وهو أن يكون هناك حكمة وتعقل من أجل مواجهة كل هذه المحاولات، وإذا كان هناك إرادة صادقة من الطرفين يمكن سد بعض الثغرات، وأن يكون هناك نوع من الحسن. وتعرف كما قلت لك سابقا هذا عهد الوقت التكتلات، فهناك فرصة كبيرة بالنسبة للجزائر، تونس، المغرب، ليبيا، من أجل أن يكون هناك نوع من التعامل الجديد. الضيف في الاستوديو تحدث من أن الملك المغربي وتحدث كان في صحة سيئة جدا، يعني أنه نتمنى له السلامة للشعب المغربي أيضا، ولكن قد تكون لا ندري، نعرف ما لدينا ولكن لا ندري ماذا سيكون بعد الملك المغربي. هل سيكون ابنه هو من سيخلف سيأخذ ولاية العهد ومن سيحكم؟ فبالتالي يعني أنه يجب أن ننظر إلى الكأس، نصف الكأس وهي مملوءة، وننظر إليها فارغة. هناك العديد من المشاكل كما قلت لك، ولا المجال هنا ليس بمحاولة البحث عن من هو المسؤول ومن هو المتسبب، ولكن النظر إلى المستقبل والنظر إليه بواقعية وبعقلانية من أجل صالح البلدين وصالح منطقة المغرب. المغرب والعربي البربري، حتى لا نزعف السيد الهروشي. أوكي. ابقى معنا السيد علاء الدين من باريس. أعود إليك الأستاذ بغرارة. علاء من باريس يقول أن الشيطان يسكن في التفاصيل، وأن الجزائر أمام هذا الزخم الدبلوماسي والوساطات الخارجية إلى آخره. الأجدر هناك مشاكل داخلية، كان على الجزائر أن تولي اهتمام لما يحدث في الداخل قبل الخارج. ما تعليقك؟ لا، هو أعتقد بأن القضايا الداخلية السلطات هي أدرى بكيفية تسييرها، لكن يبقى حاليا الأمن القومي لأي البلد ينطلق من دول الجوار ومن الدول الإقليمية، وبالتالي هذا توجه جديد تعمل عليه مختلف الدول على محاولة مساعدة الدول المجاورة على تجاوز مشاكلها حتى تضمن أمنا قوميا مستقرا، لأن السيادة والأمن القومي الوطني يعني مصطلحات اندثرت حاليا، وسياسة التحالفات والتكتلات هي السائرة حاليا، وهي التي تضمن أمن و
قوة الدول، وبالتالي فمشاكل داخل الجزائر لا تعني إلا الجزائر، والجزائر لم تطلب أبدا من أي دولة مساعدتها على تجاوز الأمور الداخلية، لأن الأمور كما يقولون يعني أهل مكة أدرى بشعابها. وبالتالي فالجزائر مثلا كل الأزمات التي مرت بها المغرب في الداخل لم تحدث أو لم تطلق أي موقف، سواء في قضايا الحسيمة أو الاحتجاجات الاجتماعية في الريف، ما عدا ربما التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، لأن الأمر يتعلق بالجزائر. وأعتقد بأن المغرب يعرف حساسية المنطقة، وحتى يعني قضية التطبيع ستضر المغرب أكثر من الجزائر، لأن الاختراقات وسياسة الكيان الصهيوني يعني لا تؤتمن، وكل الدول التي تحالفت أو عملت مع وما برنامج الجوسسة بيكاسيوس إلا دليل على هذا. يعني بمجرد تطبيع كم من شهر نسمع بأن هناك سياسيين إعلاميين خاصة سواء في فرنسا في الجزائر حتى داخل المغرب خضعوا وكانوا ضحايا لهذا البرنامج. هو أنا متوجس كثيرا من قضية بيكاسيوس، لأنها أعتقد القضية وما فيها لحد الآن هي مجرد ادعاءات واتهامات وشكوك، لأن القضية تعود إلى عام من قبل عندما اتهمت منظمة العفو الدولية النظام المغربي بالتجسس عبر نظام بيغاسوس على الصحفي الراضي عمر راضي المغربي. لكن السلطات المغربية طلبت من منظمة العفو الدولية تقديم الدليل المادي على استعمال هذا البرنامج. ولكن برأيك هل مؤسسات إعلامية ثقيلة التي عالجت هذا الموضوع كان لها أن تغامر هكذا لتضرب ربما مصداقيتها؟ يعني لا يمكن، هو حقيقة. لكن لكن إثارة القضية تم في أيام معدودات، ثم تم السكوت عنها بطريقة غريبة جدا، وحتى اجتماع مجلس الجيوش الفرنسي لم يتابع القضية. وأعتقد بأن القضية توجد حاليا على مستوى القضاء، والقضاء إذا لم تقدم له أدلة، ربما قد تقدم له أدلة لكنها لا تكون مقنعة، لأنه في قضايا الجنايات القضية يفصل فيها في يوم الجلسة، وعلى المدعي أن يقنع القاضي بأن القضية واقعية والأدلة دامغة. وأعتقد بأن ولكن حتى الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون طالب بفتح تحقيق في هذا، والقضاء الفرنسي ما زال يحقق إلى يومنا هذا حقيقة. لكن إثارة قضية بيكاسيوس تزامنت، ولا أعتقد بأنها صدفة، مع ما قام به المغرب في الأمم المتحدة وإثارته لقضية تقرير مصير منطقة القبائل. وبالتالي فالعلاقات الدولية حاليا تدار بالأزمات، يعني نثير أزمة ولتوجيه الرأي العام نثير أزمة، ربما تسويقها على المستوى الإعلامي قد يغطي على الأزمة الحقيقية. وحقيقة ملف يعني تقرير مصير منطقة القبائل لم يعد أحدا يتحدث عنه بالقدر الذي يتحدث فيه عن قضية بيكاسيوس، لأن القضية وما فيها هي على مستوى القضاء. ومثلا في إسبانيا قبل يوم أو يومين تم حفظ الشكوى ضد إبراهيم غالي زعيم جبهة البوليزار، وبالتالي فالقضايا التي تثار على مستوى الإعلام ليس بالضرورة تكون في أروقة المحاكم بذلك الصدى الذي يحدثه الإعلام، لأن إصدار الأحكام القضائية يجب أن يحترم في الأخير، وهذا ليس ضربا لمصداقية المؤسسات الإعلامية التي أطارت الملف. وقد يقول القضاء بأن الأدلة غير كافية أو غير كافية أو غير دامغة أو ينقصها أمر، وبالتالي فعلينا فيما بعد احترام هذه الجهات القضائية. وحتى على مستوى الداخل الجزائري قضية بيكاسيوس تم يعني ربما تخلي عنها أو عدم تداولها بنفس الطريقة التي كانت عليها في البداية، وبالتالي فالعلاقات الدولية حاليا هي متشابكة، ومن أجل توجيه الرأي العام تثار الكثير من الأزمات ثم يتم تناسيها عبر الوقت من خلال التعامل مع أزمات أخرى يتم إثارتها. ومثلا الجزائر رفعت دعوى قضائية على مؤسسات إعلامية فرنسية في قضية أوراق بنما، لكننا لم
نتابع ولم نعلم بأي يعني نتائج حول تلك المتابعات القضائية إلى يومنا هذا. وبالتالي فالعلاقات بين الدول حاليا تضار بالأزمات، ومشاكل التي تثار بين الأنظمة ليست مؤتمنة 100%، خاصة وإذا كانت الشعوب لا تساند تلك القضايا فالكثير منها يقتلها الوقت. رائع الأستاذ بغرارة. نذهب معك السيد علي الهروشي بأمستردام. السيد الهروشي، سمعت ما قاله ضيفنا داخل الاستوديو، هل برأيك خطاب الملك هذا الموجه إلى السلطات الجزائرية هو بمثابة مخرج بعد الأزمات والنكسات الدبلوماسية التي عرفها سواء مع ألمانيا أو إسبانيا، خاصة التهم التي كانت موجهة للرئيس الصحراوي إبراهيم غالي؟ برأيك ما هي التوقعات بعد هذا الخطاب؟ هو في الواقع أنا أقول مخرج لأزمته، لأزمة العلويين، لأن أولا هناك الشعب المغربي انتفض ضد هذا الحكم العلوي، الشعب المغربي يرفض العلويين، وهنا أفتح قوس بأن الشعب المغربي يحب الجزائريين، نحن نحب الجزائريين وليست لدينا عداوة مع الجزائريين، ولدينا أصدقاء في هنا في أمستردام، وكل المغربي له صديق جزائري، لا نكره الجزائريين، والمغاربة في المغرب يحبون الجزائريين، ولكن الدكتاتورية العلوية هي التي خلقت هذا العداوة وخلقت هذه الأزمات كي يعني تصدر أزمتها الداخلية كأن المشكل متعلق في الجزائر أو المشكل متعلق في الصحراء. تصور معي أن أي حتى التعويضات أو الزيادة في الأجور أو أي شيء في المغرب يقع يقولون له نمر بأزمة في الصحراء الغربية، عليكم أن تسكتوا، عليكم أن تصمتوا. يعني هذا الصحراء الغربية كانت مشكل للمغاربة، أضف إليها الآن أضفوا إليها الجزائر، أضف إليها أن الأزمة التي خلقتها مع إسبانيا ومع ألمانيا ومع هولندا، لأن هناك أزمة مع هولندا قبل ألمانيا وأزمة مع بلجيكا، يعني أن وزارة الخارجية المغربية، أنا لا أسمي وزارة الخارجية المغربية في الواقع ولكن الدكتاتورية العلوية، لأن وزارة الخارجية المغربية هي ما هي إلا دمية تحركها أصوات داخل القصر. يعني الدكتاتورية العلوية لها مشكل مع العالم، والآن تريد أن تحاول، وهذه توجيهات أمريكية أو فرنسية أو إسرائيلية لا أدري، لكي تتقرب إلى الجزائر ولكي تتقدم بهذا الخطاب. أنا أقول لك بكل صدق، لو كانت الدكتاتورية العلوية صادقة فيما تقول لن يعلنه المجرم محمد السادس في خطابه، سيتقدم إليه عبر قنوات دبلوماسية، عبر السفارة الجزائرية أو عبر عقد لقاء مع الرئيس الجزائري داخل الجزائر أو المغرب أو خارج بسويسرا أو في أي منطقة أخرى لحل هذه المشاكل سريا قبل أن يتم إعلانها. يعني هما يريدون فقط تنويم الشعب المغربي بأن المغرب له نية صادقة، وبأن المغرب يمد يده إلى الجزائر، وبأن المغرب صادق في كل قراراته. يعني ما يقوم به تطبيع أو ضد إسبانيا أو ضد ألمانيا أو ضد أنتم ترون، هو يتقدم إلى الجزائر والجزائر لا تريد. أنا سمعت واحد الجملة تقول بأن الآن الكرة في مرمى الجزائر، أنا لا أعتقد بأن الكرة في مرمى الجزائر، لأن الجزائر ليست معنية بهذا الخطاب بتاتا، لأن الجزائر لا بد لها أن ترى مصالحها. ماذا تريدون؟ تريدون الاعتراف بالقبائل؟ فالديكتاتورية العلوية تريد أن تقدم القبائل مع إسرائيل إلى المنتظم الدولي. تريدون المخدرات؟ فالقبيلة العلوية تريد أن تدمركم بالمخدرات. تريدون الإرهاب؟ فالديكتاتورية العلوية بالأمس دعمت جبهات الإنقاذ، وبالمستقبل ممكن جيوش الإسلامية أو سميه ما تشاء. هذه الدكتاتورية العلوية، الدكتاتورية العلوية ليس من مصلحتها أن تجد دولة مجاورة لها مستقرة ومتقدمة وديمقراطية. إذا كنتم ديمقراطيون متقدمون وكل الجزائريين يتمتعون بالحرية وبالكرامة وبالسعادة، فالدكتاتورية العلوية في مأزق، وهي الآن تتقدم بهذا الخطاب، يعني خطاب في الواقع
كيف يمكن أن بالأمس تقول بالقبائل واليوم تمد يدك إلى الجزائر؟ أولا اعتذر عن هذا الزلة التي تقدمت بها بدول عدم الانحياز، اعتذر عن هذا الشيء. أنا لا أكره القبائل أو أنا لست ضد القبائل، يعني وهذا السيد الهروشي، وهذا ما طالب به الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في إحدى خطاباته، أن يطلب اعتذار من الشعب الجزائري. باقي ثلاث لديكم دقائق. اسمح لي اسمح لي، دعني اذهب الى علاء الدين بونجار حتى نعطيه حقه كذلك في الكلام. علاء، برايك لحد الان ما كانش رد جزائري سواء من الخارجيه او الرئاسه، ما كانش بيان للرد على خطاب الملك محمد السادس، ما هي توقعاتك الايام المقبله؟ نعم، في الواقع لم يكن، لا يوجد هناك رد، ولا أعتقد أنه سيكون هناك رد مباشر. قد يكون هناك بعض التصريحات لوزير الإعلام، لأنه في الواقع حتى الجزائريين ما زالوا ينتظرون ظهور رئيس الحكومة أو رئيس الدولة للحديث عن الأزمة الصحية التي تضرب الجزائريين، فما بالك بالقضية وخطاب العاهل المغربي. أنا باعتقادي أنه في لا يوجد هناك اليوم في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة حل إلا للتكتل والتقارب والتعاون بدل الحرب. فالخطاب التصعيدي لا يخدم البلدين، على العكس، هذا الخطاب التصعيدي وهذه الأزمة المستمرة بين الجزائر والمغرب تستغلها القوى الكبرى، واستغلتها من أجل أن تدفع البلدين والنظامين لاقتناء العديد من الأسلحة، سواء من النظام الجزائري والنظام المغربي، والمزايدة في التصريحات، وكل هذا كان على حساب التنمية في المملكة المغربية، التنمية في الجزائر، الممارسات الديمقراطية، وأيضا التقارب بين الشعوب. فلهذا الوقت حاليا باعتقادي هو الوقت اللي من أجل الحديث بصراحة والمواجهة بالخطابات وقول الصراحة أولا بين النظامين وأيضا للشعبين، لأنه نعرف كيف يتم التعامل مع قضايا الشعوب، وهذا ليس في الواقع موضوعنا اليوم، ولكن على الأقل بين النظامين يجب أن تكون هناك صراحة ومواجهة. ماذا تريد الجزائر وماذا تريد المغرب على الأقل من أجل قطع الطريق على الأشخاص والكيانات التي تريد أن تتسلل بين في الجراح القديمة والجديدة. شكرا على، ابقى معنا الأستاذ بغرارك، كلمة ختامية. أعتقد بأن الرئيس تبون أعتقد بأنه سيرد كالعادة مثل ما عودنا عليه عبر حوارات إعلامية، لا أستبعد أن تبث هذه الأيام من أجل الرد على العديد من القضايا حتى لا يخصص قضية بحد عينها. وبالتالي فبعد عودة العمامرة إلى الجزائر أعتقد بأن الرئيس يمكن أن يقوم بخرجة إعلامية يوضح فيها مواقف الجزائر من المغرب وتونس وحتى ليبيا وما دول الجوار ككل إفريقيا. رائع، كلمة ختامية معك السيد علي الهروشي من أمستردام. السيد الهروشي، أتمنى كلمة بكل ختامية صراحة ثانية رجاء ختامية بكل ختامية. أتمنى كل السعادة وكل التقدير وكل احترام للشعب الجزائري وللجزائريين جميعا، وأتمنى أن يتقدموا في الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، لأن ذلك يعني ضد الدكتاتورية العلوية. وأتمنى أن نكون شعبا موحدا واحدا في حالة تحققنا الجمهورية الديمقراطية الفيدرالية المغربية التي تتسع أرضها للجميع بدون العلويين، لأن العلويين سرطان للمغرب وسرطان لشمال إفريقيا وسرطان لإفريقيا بكاملها، والتاريخ سيؤكد ذلك. وتحية نضالية لكم. شكرا للسيد علي الهروشي من أمستردام. علاء الدين بونجار من باريس، علاء الدين كلمة ختامية رجاء. شكرا على هذه الاستضافة، شكرا للضيوف، ونتمنى كل خير للشعبين الجزائري والمغربي،
هناك العديد من الإمكانيات بالنسبة للمملكة المغربية بالنسبة للجزائر، يمكن أن يستفيد يتم الاستفادة من يستفيد منها البلدين. المغرب الآن بات يضرب به المثل في قضية تسيير الأزمة الصحية، ولو كانت الحدود مفتوحة لكان تمكن الجزائريون من الاستفادة من مساعدات الأشقاء المغاربة، وكذلك الجزائريون. ولكن الناس يموتون لأن الكثير من الشباب ماتوا بمراكش عندما تلقوا تلقيح جونسون، يعني ما رفضته أمريكا بعته للمغرب كخردة. أرجوك كي نعرف الأشياء، يعني اقرأ الكثير ترى أن الشباب يموتون في مراكش في الشارع، يسقطون في الشارع. ولكن يعني أنه هناك المثال يضرب به بالمغرب، حتى فرنسا يعني أنه أعطت المملكة المغربية كمثال، فهذا واقع، يعني أنه لا يمكن أن أخي علاء، الديكتاتوريات دائما يضربوا بها المثال في هذا المجال لأنهم يلزمون التلقيح. تعال لهولندا، أنا لست ملقح لأنني أنا أختار كي ألقح أم لا ألقح، أطفالي زوجتي لا نلقح لأننا رفضنا هذا التلقيح، ولكن في المغرب مفروض يلقحون الناس بالسموم والناس نعم. تموت في المغرب لكي لا استسمح ضيفية السيد علي الهروشي من أمستردام والسيد علاء الدين بونجار من باريس. مشاهدينا الكرام، بهذا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، الحلقة الخاصة والعدد الخاص من برنامج من الجزائر. لا يفوتني أن أشكر ضيوفي داخل الاستوديو، الأستاذ حكيم بغرارة الإعلامي والمحلل السياسي، شكرا لك. وكان معنا عبر خدمة السكايب من أمستردام بهولندا السيد علي الهروشي معارض مغربي، والإعلامي الجزائري المقيم بباريس علاء الدين بونجار. شكرا لكم على قبول الدعوة، ونلقاكم في مواضيع أخرى. مشاهدينا الكرام، تقبلوا تحيات الفريق الذي رافقني في إعداد هذه الحلقة. موعدي بكم يتجدد غدا وموضوع آخر للنقاش. أمسيتكم سعيدة، ألقاكم بخير وإلى اللقاء. يعطيك الصحة.